أهلا وسهلا بكم. اليوم سأشارككم بشيء توصلت بأسئلة عديدة عنه. هذا الشيء هو ما تلاحظونه في أول أغلب الدروس التي قدمت، أي ما تلاحظونه الآن، حيث توصلت بسؤال يتكرر بطريقة كبيرة جدا، وهو كيف أجعل الخلفية شفافة، خلفية الطرفية شفافة، كيف أسجل من الطرفية، هل هناك تأثير يجب أن أفعله في الكومبيز لأحصل على خلفية شفافة؟ إذن هذا السؤال في هذا الاتجاه تكرر بشكل كبير جدا لم أكن أتوقع. لهذا في هذا الدرس سنرى كيفية جعل خلفية الطرفية شفافة. التسجيل لن أتطرق له، كيفية التسجيل لأن هذا موضوع آخر، لكن سنتكلم عن كيفية التحكم في إعدادات الطرفية لجعلها تبدو أيضا بمظهر جميل. الطرفية ليس بالضرورة أن تكون شاشة سوداء مخيفة. طيب، أنا أفتح نافذة أخرى للطرفية كي لا نؤثر على النافذة التي أسجل بها. أعيد أولا الإعدادات البدئية. إذن مثلا في الأول تكون الطرفية على هذا الشكل، شاشة سوداء بها نص مثلا أبيض، أو شاشة بيضاء بها نص أسود، لكن يمكن التحكم في إعداداتها وما سنراه الآن. لكن قبل البدء بالتحكم في الإعدادات، أنصح بإنشاء طور جديد، أو هو على حساب جديد يمكن أن نقول في الطرفية، يمكن أيضا أن نقوم بإنشاء حسابات. لذلك ندخل على تحرير، وهنا في الأطوار يكون هناك طور واحد أو حساب واحد، هو ديفولت طور افتراضي. أنا سأضغط جديد وأسميه مثلا باسمي على هذا الشكل، ويكون مبنيا على الطور الافتراضي، أي أنه بدئيا سيكون له نفس الإعدادات. أضغط أنشئ. أوكي، يمكن أن أتحكم في الإعدادات من تلك النافذة، لكن الآن هنا في الأسفل أعود لقائمة الأطوار في الأسفل، الطور المستخدم عند فتح طرفية جديدة، أختار الطور الذي قمت بإنشائه للتون، أغلق. أقوم الآن لو أردت الدخول لتفضيلات الطور، منها يمكن أن أتحكم في تفضيلات الطور، سأجد أن هنا التفضيلات الخاصة بحساب ديفولت، لكن أنا أريد الحساب الذي قمت بإنشائه الأول، لذا أقوم بإغلاق الطرفية، فتحها من جديد، والآن سيفتح بالطور الجديد الذي قمت بإنشائه لأني اخترت عند فتح الطرفية يفتح بالطور الجديد. لنرى، الآن ندخل على تحرير تفضيلات الطور، وسأجد اسم الطور هو سي محمد، الطور الذي قمت بإنشائه للتو. إذا الآن لنرى كيفية التحكم في المظهر، سنكتفي بالمظهر هنا، في مظهر الطرفية، الألوان، الخلفية وما إلى ذلك. أول شيء نتطرق له هو استخدام الخط. يمكن أن تستخدم خط النظام، حيث يستخدم خط النظام، النظام هو الذي يتحكم في الخط. يمكن أن لا يبدو جيدا كما تلاحظون الآن بالنسبة لي، يمكن أن أختار خط بنفسي، من هنا أختار الخط الذي أريد، يمكن أن أجرب أي خط أريد وأحصل على منظر جيد كما تلاحظون الآن بالنسبة لي. إذن هذا بالنسبة للخط، يمكن اختيار خط يدويا أو ترك النظام، هو الذي يختار الخط. إذن الخط، الألوان، وأيضا يمكن استخدام ألوان سمة النظام الآن كما هي ألوان سمة النظام، أو يمكن أن أتحكم في الألوان بنفسي، فأختار مثلا هنا لدي أبيض على أسود، أي أن لون الكتابة أبيض ولون الخلفية أسود. يمكن أن أختار هناك مخططات مضمنة أو مضمنة، مثلا أخضر على أسود فيصير بهذا الشكل. لو كتبت مثلا شيء، نلاحظ أن هناك لون أخضر طاغي والخلفية سوداء، مثلا أبيض على أسود، أسود على أبيض. إذن كما تلاحظون الآن يمكن التحكم فيها جميعها. أنا أرجعها لأبيض على أسود، أرى أنها أفضل. لون الخلفية يمكن أيضا أن نتحكم فيه، في حال لم نريد اختيار مخططات مضمنة من هنا يمكن أن نختار يدوي لون النص مثلا أبيض، ولون الخلفية يمكن مثلا أن أختار أحمر كما أريد. يعني يمكن أن أتحكم هنا، ستظهر مخصص يمكن أن أتحكم فيها كما أريد. إذن أبيض على أسود، أرجعها كما كانت، ونهاية الخلفية هي ما أسأل عنها كثيرا، خلفية شفافة. هنا يمكن أن تلاحظون إما لون، بالتالي يظهر اللون الذي اختاره هنا، أو صورة، فتظهر صورة منها
هنا يمكن الضغط واختيار صورة من القرص الصلب. يمكن أن تختار أي صورة تريد، إن كلما كبرت شاشة الطرفية تأخذ الصورة حجم أكبر، يعني أعيد الحجم الذي كان، أو خلفية شفافة. فنصل للنتيجة التي يريد الكثير الحصول عليها، وهي خلفية شفافة. ومن هنا يمكن التحكم في درجة الشفافية، يعني الآن أقصى، أي أنها غير شفافة، وهنا مثلا بهذه الدرجة تكون نوعا ما شفافة. إذا هناك ثلاث أشياء رأينا: الخط، الألوان، والخلفية. يمكن التحكم فيها من خلال إعدادات الطرفية فقط، لسنا بحاجة لأي تأثير. كما قلت، في حال أردنا الرجوع للطور الافتراضي، ندخل لتحرير الأطوار. هنا طور المستخدم عند فتح طرفية جديدة، تختار ديفولت، فيعاد استعمال الطرفية عندما تفتحها مرة جديدة بالطور الابتدائي. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.